الشيء الثاني أن الابتكار وريادة الأعمال ليست جين يولد به الإنسان، هي عزيمة أنك ما توقف، بس عندي فكرة أطورها، تفشل أبدأ غيرها. وكان عندي قبل يومين ندوة في هالمجال وجبت قصة شو اسمه ويكيبيديا. ويكيبيديا كان يلعب تنس وبعدين أصيب فأخذ سكالرشيب من الجامعة ساوثرن ميثودست يونيفرسيتي اللي يعرفها، وبعدين أصيب في رجله فسحبوا منه السكالرشيب ما يقدر يكمل، راح فتح مغسلة ملابس، إلى أن الآن أصبح هو الإنسان اللي يعرف يملك أكبر موسوعة ويعرف ما نقرأه. ترى لما تسوي سيرش على جوجل أول شيء يطلع لك هو ماخذ من ويكيبيديا، البي بي سي، الإيكونوميست، كلها عندهم اتفاقيات مع الويكيبيديا لتأخذ المعلومات، وهي خامس موقع يزار على مستوى العالم.